أب يفرق بين بناته الصغار يحب إحداهما على الأخرى. الحب القلبي لا يؤخذ عليه الشخص، لكن التفريق في المعاملات من ناحية العطاءات ونحوها هذا الذي يلام عليه الشخص. أما حب الجبلي من أب لبعض أبنائه أو بناته لا يحاسب عليه الشخص. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.